في ظل تمديد الحجر الصحي المنزلي، أصبحت الحاجة أكثر إلى وسائل التعلم عن بعد للطلبة والأساتذة، وهو ما قامت به أكاديمية العمل الاجتماعي بإطلاق أرضية رقمية مجانية موجهة للمدارس التعليمية والمعاهد العمومية والخاصة والأساتذة المستقلين. بالنسبة لكيفية الحصول على نسخة من هذه الأرضية الرقمية، الأمر بسيط، هو بالنسبة للمهتمين الدخول إلى موقع أكاديمية العمل الاجتماعي. عند الدخول سيجدون مشروع دولاني الذي هو جزء من، يعني هذه الأرضية الرقمية هي جزء من مشروع دولاني، يعني بالضغط على الأرضية الرقمية حتظهر استمارة، استمارة هذه خاصة بالبيانات، يعني بالنسبة للهيئات التعليمية المهتمة تعمر الاستمارة، بعد ذلك حتوصلنا رسالة أنه هيئة تريد الحصول على هذه الاستمارة وسندخل معها في تواصل مباشر. الأرضية عبارة عن موقع يمكن من خلالها إجراء دروس تعليمية عن طريق أقسام افتراضية وخصائص أخرى عديدة. إمكانية إجراء يعني الأقسام الافتراضية أو الدرس الافتراضي، بحيث يعني يدخل الأستاذ ويلقي الدرس للتلاميذ يعني بشكل عادي صوتا وصورة. أيضا يمكن إجراء واجبات منزلية وفروض منزلية. من جهة أخرى، كل ما تعلق بالأمور الإدارية مثل التسجيل المدرسي، كشوف النقاط إلى آخره من الأمور الإدارية. أرضية تسمح للمؤسسات التعليمية في الحفاظ على وتيرة التعليم من تقديم الدروس والأعمال الإدارية في ظل الحجر الصحي المنزلي.